بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حبايبي مع الجزء الثاني من شرح مراجعة المتميز إن شاء الله النهاردة في الفيديو ده هنشرح مع بعض حل أسئلة true or false فخلونا نبدأ كده مع السؤال الأول number one unreliable sources provide information with some errors true or false طبعا true احنا عندنا ال unreliable دي او المصادر الغير موثوق فيها فهي اهم حاجه بتميزها ان بيكون موجود فيها errors او opinions او lies اللي هي اكاذيب طيب نمبر 2 all social networking sites contain reliable information هنا طبعا فولس برضو لان السوشيال نتوركينج سايتس او السوشيال ميديا بلاتفورم زي الفيسبوك والانستجرام وال... وال... والتويتر السوشيال ميديا دي بتكون من الان ريلايبل سورسز لان بيكون موجود فيها الحاجات اللي قلنا عليها اوبينيونز وايرورز ولايز طيب بعد كده بيقول لي نمبر 3 وين ميكينج ا ريسيرش فوكس اونلي اون ذا توبيك يو ار ريسيرشينج اباوت ترو لما تيجي تعمل ريسيرش او بحث فركز بس على الموضوع البحث بتاعك ما تشتتش انتباهك في اي حاجه تانية number 4 اي كي and blogs are reliable sources هنا جايب لي ثلاث حاجات الاي كي بي ريلايبل تمام انما الويكي بيجز ديت ان ريلايبل سورسز والبلوجز برضو unreliable sources يبقى هنا الجملة كلها ديت هتبقى إيه؟ هتبقى فولس لأن دول بيقول لي كل دولت بيكونوا ريلايبل فده طبعاً إيه؟ غلط. Number five: إدمودو is one of the online learning environment. True، ده مثال مشهور جداً على الأونلاين learning environment اللي هي إدمودو platform. Number six: Online learning environment include synchronous communication only. لا، طالما قال لي قول لي يبقى فولس لأن الـ Online Learning Environment زي إدمودو دي بيكون موجود فيها الاثنين موجود فيها Synchronous Communication وكمان موجود الـ Asynchronous Communication. طيب، Number 7، The Internet only الاو us to communicate simultaneously برضو هنا فولس لأن الإنترنت بيسمح لنا إن إحنا نكوميونيكيت بالطريقتين الاثنين إما synchronously أو إيه؟ asynchronously. طبعًا نحن تعرفين إن synchronous معناها simultaneous، الاتنين بنفس المعنى. simultaneous دي زي synchronous بالظبط. فهنا بيقول الإنترنت ده بيسمح لي بس only إن أنا أعمل communication simultaneously، فهنا تبقى الجملة إيه؟ False. Number eight، simultaneous communication is not always a good thing. هنا دي true. طيب ليه ترو الجملة ديت؟ لأن مش دايما السيملتنيوس كوميونيكيشن أو السينكرونس كوميونيكيشن بيكون جود أو بيكون مناسب لا في بعض المواقف بيكون مناسب فيها السينكرونس كوميونيكيشن وبعض المواقف التانية بيكون مناسب فيها الـ Asynchronous Communication طيب نمبر 9 Synchronous Communication doesn't happen in real time ما بيحصلش في real time؟ لا false طبعا لان احنا عارفين السينكرونس كوميونيكيشن ده بيحصل في الريل تايم يعني بيحصل لايف تمام في نفس الوقت او ات ذا سيم تايم نمبر 10 سيمالتانيس كوميونيكيشن از ابروبريت بتوين كلوز فاميلي ممبر هنا طبعا ترو لان من ضمن المواقف او الحاجات اللي بيكون مناسب فيها السيمالتانيس كوميونيكيشن لما يبقى بتوين فريندز بين الاصدقاء او الفاميلي ممبرز بعد كده بيقول لي 11 asynchronous communication is appropriate when the information is urgent and require rapid action برضه فولس ليه فولس بقى لان دي لما تبقى المعلومه او الانفورميشن اللي عايزين نوصلها urgent ومحتاجه ان احنا يعني uh, rapid action او رد سريع فده في الحاله دي الانسب لها هو synchronous communication إنما الـ asynchronous communication تبقى غلط على طول. طيب 12، we use simultaneous communication to have conversations with people who live far from us. هنا الجملة ديت ترو، لما يبقى في حد مثلا ساكن أو عايش بعيد عننا، حد قريبنا أو كده، فيفضل إن إحنا بنستخدم الـ simultaneous communication إن إحنا نتواصل معاه. simultaneous communication زي إيه؟ زي الفيديو تشات مثلا أو الفيديو كول. فدي بتكون طريقة مناسبة إن إحنا نتواصل مع حد يكون ساكن أو عايش بعيد عننا. طيب uh, 13 The Internet of Elephant is an organization protect only elephant in their wild life. اه uh, هنا طبعا ده سؤال تريكي بس هو فولس لان احنا عارفين جوتام شاه عمل الاورجانيزيشن اللي اسمها انترنت اوف Elephant الهدف منها كان ايه ان هو يحمي الوايلد لايف او يعمل وايلد لايف كونزرفيشن يحافظ على الحياه البريه كلها اللي هي حياه كل الانيمالز مش الاليفنت بس هي اسمها انترنت اوف اليفنت ولكن مش بتحمي او مش هدفها تحمي الاليفنت بس ولكن كل الانيمالز طيب 14 جوتام شاه يوزد ذا هي كولكتد فايا ذا جي بي اس تو ديزاين انتراكتيف جيمز انترنت طبعا ترو عشان يعمل الجيمز دي جمع ديتا عن الاماكن واللوكيشنز بتاعه الانيمالز دي عن طريق الجي بي اس 15 وايلد لايف كونزرفيشن ان هنا برضو فوز. ليه بقى لأن الـ wild عـ لايف كونزرفيشن معناها «protecting animals in their ناتشرال habitat» في أماكن اللي هي بتعيش فيها، الأماكن الطبيعية اللي هي بتعيش فيها، مش في «زازو» اللي هي حديقة الحيوان. طيب، 16، مستر «شاه» believes that using technology in online games bring wildlife into people's daily life. True. هو جوتام مشاه كان بيعمل ايه؟ هو قال لك ان انا لو استخدمت التكنولوجي واستخدمت عملت اونلاين جيمز اقدر ان انا اجيب الوايلد لايف دي او الحياه البريه ديت للناس في بيتها عن طريق الجيمز اخليهم يتعرفوا على الوايلد لايف ديت وهم موجودين في بيتهم. طيب بعد كده 17 انترنت اوف الفنت كريت يونيك موبايل جيمز يوزنج Augmented reality طبعا ترو خلينا عارفين كويس جدا التكنولوجي دي اللي هي اسمها Augmented reality دي تكنولوجيا حديثه جدا ومهمه جدا من خلالها الناس تقدر تشوف الوايلد لايف ديت وهي قاعده في بيتها. التين if you divide the big problem into several small tasks it will become easier to solve. ترو طبعا لما بتقابلنا big problem او مشكله كبيره افضل طريقه ان احنا نحلها ان احنا نقسمها ل small بروبلمز او لـ small تاسكس لاجزاء صغيره كده ونتعامل مع كل جزء لوحده فبالتالي نقدر نحل البيج بروبلم 19 when making a guess to solve a problem this is called the hypothesis building اه لما بنعمل guess, making a guess معناها hypothesis building بنعمل أو بنفترض افتراض معين يبقى هنا الجملة ديت ترو. Number 20 Your success in solving the problem means you succeeded in testing your hypothesis. True إحنا قلنا قبل كده إن إحنا عشان ن بروبلم problem بنمر بثلاث خطوات أول خطوة خالص اللي هي building a hypothesis بنبني أو نفترض افتراض معين. الخطوة التانية بعد كده بن test the ده بنشوفه هل فعلا هو ده سبب المشكلة ولا لا والخطوة الثالثة بنشوف لو فعلا طلع هو سبب المشكلة يبقى احنا كده خلاص عرفنا المشكلة فبالتالي عرفنا الحل وبالتالي حلينا المشكلة فهنا بيقول لي نجاحك في حل المشكلة ده معناه ان انت نجحت في الاختبار او ان انت التست بتاعك نجح فهنا طبعا تبقى true 21 It is not important to break complex problem into small part when solving them. لا فولس احنا قلنا لازم المشكلة الكبيرة او الكمبلكس بروبلم ديت المشكلة المعقدة لازم ان احنا نقسمها لاجزاء صغيرة. طيب عندنا 22 you don't face any problem you don't face any problem when using ICT tools in your daily life. لا فولس طبعا لما بنستخدم الـ ICT tools بيقول لي هنا في المشكلة إن أنت مش بتقابل أي مشكلة، لأ إحنا بنقابل مشاكل وممكن تقابلنا مشاكل كتير جدا، وأخدنا السنة دي إزاي نعرف نتعامل مع بعض المشاكل دي. Uh, 23، we don't need images and colors to design a poster or digital billboard. لأ إزاي الكلام ده؟ false، هل أنت مش محتاج images ولا color لما تيجي تعمل design لبوستر أو digital billboard؟ امال هيبقى شكله حلو ازاي لازم يكون في ايمجز ولازم نستخدم الكالرز عشان البوستر والبيلبورد بورد ده يكون شكله جميل طيب 24 having a margin such as 25 mm help you in creating a well designed poster true احنا قلنا ان احنا من الحاجات اللي ناخد بالنا منها لما نيجي نعمل او ديزايننج البوستر ان هو يكون في مارجن اللي هي مسافه فاضيه كده من الاطراف من اطراف الورقه كده يكون في مسافه فاضيه زي هنا من فوق من تحت الكلام دا كله. ده كله فالمارجن ده بيقول لك احيانا لو هو 25 ملي فده بيكون مناسب فهو ده السؤال طبعا 25 ملي كمارجن يكون مناسب جدا في عمل الايه بعد كده 25 عندي when creating a digital poster it is preferable to choose a very small font لا فولس هل لما اجي اعمل بوستر المفروض ان انا اختار فيري سمول فونت خط صغير جدا لا فولس طبعا كده لو خط صغير جدا ايه اللي هيحصل الناس مش هتقدر تقرا الخط ده 26 مايكروسوفت 365 includes Microsoft Word, PowerPoint, and Publisher. رو وفي كمان الإكسل طبعًا. 27 it is important to crowd the edge of your billboard لا فولس دي عكس بالظبط السؤال ده ده عكس السؤال بتاع اللي هو 24 ده ليه هو هنا السؤال بيقول لي مهم جدا ان احنا نعمل زحمه عند الاطراف بتاعت او الحواف بتاعت بورد. لا غلط ده احنا بنقول لازم نسيب مارجن يعني ما نعملش زحمه نسيب مكان فاضي كده عند الايه عند الحواف بتاعة البوستر او البيل بورد. طيب 28، more decorative فونت in your poster are preferable when making it. ال decorative ديت هي خطوط بتاخد اشكال مزخرفه كده شويه، بيبقى صعب علينا ان احنا نقراها من اول مره، فنقعد كده نفكر يا ترى ده حرف الايه ولا البي ولا السي ولا كده، فبتكون صعبه. ومش مفضل ان احنا نستخدم في فونت في لما نيجي نعمل بوستر او حاجه زي كده فهنا الجمله ايه هتبقى ايه هتبقى فولس لان هو بيقول لي ان هي بريفيرابل يعني مفضله او يفضل ان احنا نستخدمها فده طبعا الافضل ان احنا نستخدم السيمبل فونت اللي هي الخطوط البسيطه اللي هي سهل قرايتها زي الخط مثلا اللي هو كاتبين بيه المراجعه طيب عندنا بعد كده uh, 29 it is not necessary to take in your consideration the color of the background when choosing the font color لا فولس لازم ناخد في اعتبارنا اللون بتاع الخلفيه لما نيجي نختار لون الكلام او اللي هو الفونت color لازم ناخد في بالنا او في اعتبارنا لون الخلفيه لان يعني الخلفيه مثلا هنا لو كانت لونها احمر فمش هعرف ان انا اكتب بالايه بالقلم الاحمر ده لان احمر مع الاحمر مش هيظهر تمام انما عشان هنا الباك جراوند هنا بيضة فاقدر اكتب باي لون عادي خالص فهنا لازم اراعي الباك جراوند كلر او لون الخلفيه لما اجي أكس استخدم الفونت كلر طيب نمبر 30 dont use more than three colors when making your billboard اه طبعا ده ترو يفضل ان احنا ما نستخدمش اكتر من ثلاث الوان تمام فعدد الالوان بتاعتنا تكون سمول تكون قليل 31 you can get information through interviews through احنا قلنا من الحاجات اللي احنا نقدر ناخد منها او عن طريقها information ايه قلنا ممكن تبقى عن طريق الانترنت في مصادر كتيرة موجودة واما عن طريق البرنتس اللي هي المطبوعات زي جرايد او مجلات او حتى كتب مطبوعة او الكلام ده كله ومصدر تاني مهم اللي هو ايه اللي هو الانترفيو ان احنا بنعمل انترفيو مع حد خبير في موضوع معين ونساله وهو يجاوب على الاسئله بتاعتنا فبالتالي كده نقدر ناخد انفورميشن طيب 32 information sources shouldn't be evaluated when collected يعني ال information sources او مصادر اللي بنجيب منها المعلومات ديت مش لازم او مش لازم ان احنا نعمل لها evaluation shouldn't be evaluated يعني مش لازم ان احنا نعمل ايفالويشن مش لازم نقيمها مش لازم نعرف ايه هي الريلايبل سورسز منها وايه هي الانريلايبل سورسز فطبعا الكلام ده ايه الكلام ده فولس دايما لما بنيجي نعمل ريسيرش بنعتمد بس في في المعلومات اللي نجيبها ان احنا نكون جايبينها من ايه من ريلايبل سورسز او تراستد سورسز نمبر 33 Spreadsheet software is an excellent way to gather information and gather your ideas. Uh, هنا الـ Spreadsheet اللي هو برنامج زي برنامج الإكسل Excel بيكون excellent way to gather information يعني ديت وسيلة مهمة جدا نقدر نجمع بيها المعلومات ونجمع بيها أفكارنا فطبعا بتكون true عن طريق إن إحنا بنحط ال information ديت في شكل rows and columns في صفوف وأعمدة كده ويا سلام لو كانت numeric داتا أو أرقام عبارة عن نمبرز فده طبعاً بيكون أفضل وأنسب إن إحنا نستخدم برنامج الإكسل طيب 34 The explorer uses the internet or publications to research a topic آه طبعاً ترو نفس الكلام بيقول لي إن إحنا نقدر research عن موضوع معين إما عن طريق الإنترنت أو عن طريق publications اللي هي الحاجات المطبوعة طيب 35 you can change the font size and the font type on MS Word true نقدر طبعا ان احنا نغير الفونت سايز اللي هو حجم الخط ان هو صغير نكبره او نصغره ونوع الخط نفسه في برنامج المايكروسوفت وورد اه نقدر نعمل كده مش بس برنامج المايكروسوفت وورد لا برنامج الباوربوينت كمان وبرنامج الاكسل في كل دولة نقدر نغير الفونت سايز ونغير الفونت تايب 36 digital tools are used to book tickets uh, to book tickets for trains buses and planes اه uh, digital tools دي بقدر استخدمها ان انا احجز تيكتس بقى سواء في طيارات او في الباصز او في البلان uh, في الايروبلينز فطبعا هنا ديت ترو 37 we should use the internet in a positive way true طبعا 38 ، the ICT tools facilitate the communication among people all over the world. برضو ترو، نقدر نكلم أي حد في أي مكان في الدنيا وإحنا قاعدين في بيتنا بمنتهى السهولة خالص. طيب، بعد كده عندي أه ويليام تاينر ورك to find solutions to problems that benefit communities. هنا ترو، لأن هو بيقول لي ويليام تاينر. كان بيحاول بي ان هو يفايند سوليوشن او يشوف حلول للمشاكل فده بينفع بينفيت كوميونيتيز يعني بينفع المجتمعات بينفع المجتمع اللي هو عايش فيه بالتاكيد 40 in Egypt it is difficult to book tickets for trains or airplanes online طبعا هنا ايه غلط احنا لسه قايلين ان هو بقى الموضوع ايزي جدا وانت في البيت تقدر تحجز الايه التيكت اللي انت عايزه 41. akb is considered one of the most important Egyptian digital libraries. True، من المكتبات المهمة. 42. Organizations and government can use ICT tools. True برضو مش بس إحنا كأفراد اللي نقدر نستخدم الـ ICT tools، ولكن الـ organizations المنظمات والـ governments اللي هي الحكومات كمان يقدروا يستخدموه. Uh, 43 ديجيتال سيتيزن شيب از ذا ريكورد اوف ايفري ثينج يو دو اون لاين لا كده فولس لان هو ده تعريف ايه بقى ريكورد اوف ايفري ثينج يو دو اون لاين ده تعريف الديجيتال فوت برنت مش الديجيتال سيتيزن شيب لازم نعرف الفرق بين الاثنين 44 ديجيتال سيتيزن كان يوز اي سي تي تولز تو ليرن شير اند كوميونيكيت وذ اذر ترو طبعا اي ديجيتال سيتنز يقدر يستخدم الاي سي تولز ان هو يعمل الحاجات دي كلها 45 بايرسي از ذا ليجال يوز اوف كونتنت فور ذا بيربوس اوف شيرنج اور سيلنج ات ذا ترو البايرسي اللي هي عمليه الليجال يعني غير قانونيه او غير شرعيه تمام ممنوعه الهدف منها ان الناس بتستخدم كونتنت مش بتاعها بهدف ان هو يعملوا لها شير او ان هم يبيعوها وياخدوا الفلوس ديت ايه لنفسهم فده اسمه بايراسي ودي حاجه ايه ودي حاجه ممنوعه وحاجه غير قانونيه. طيب 46 anyone can copy or share your digital footprint without your consent لا فولس هنا بيقول لي اي حد يقدر يعمل كابي او شير للديجيتال برينت بتاعتك من غير موافقتك او من غير اذنك لا طبعا فولز لان من الرايتس من حقوقي ان ما حدش يقدر يعمل كوبي او شير للديجيتال فوت الا بموافقتي طيب 47 ديجيتال سيتيزن شيبس ريكواير ا سيت اوف رايت اند ريسبونسابيلتيز ترو احنا اخذنا طبعا الديجيتال سيتيزن شيب عشان اكون ديجيتال سيتيزن مواطن رقمي بقى بستخدم الاي سي تي تولز وادخل على الانترنت والكلام ده كله فانا ليا بعض الرايتس حقوق وعليا بعض الريسبونسابيلتيز اللي هي المسؤوليات اللي انا المفروض اعملها طيب عندي ديجيتال ديجيتال سيتيزن از ان ابيليتي تو يوز تكنولوجي تولز يعني الديجيتال سيتيزن ده معناها يع... او الديجيتال سيتيزن شيب معناها عدم القدره على استخدام التكنولوجي تولز فلا فطبعا هنا السؤال ده يبقى ايه فولس لأن هو تعريف الديجيتال digital citizenship اللي هي the ability to use technology tools. 49، you must commit piracy to share or sell digital content to others. السؤال هنا معناه إيه؟ you must commit piracy يعني أنت المفروض عليك إن أنت تعمل piracy، تعمل قرصنة، تعمل اللي هي الحاجة الغير قانونية ديت والحاجة الممنوعة ديت، المفروض إن أنت تعملها، فطبعًا ده إيه؟ ده False. Number 50، Using the Internet اني تايم you want is one of your responsibilities. لا ده مش Responsibilities، Responsibility معناها مسؤولية، يعني حاجة مطلوبة مني أو واجب عليا إن أنا أعملها، زي مثلا أنا أعمل الهوم إنما هنا بقى استخدام الإنترنت في أي وقت أنا عايزه، ده من ايه ده من الرايت ديت من الرايت او من حقوق يبقى هنا الجمله ديت هتبقى ايه هتبقى فولس طيب 51 ديجيتال سيتيزن از ذا بيرسون هو يوزز اي سي تي تولز اه طبعا الديجيتال سيتيزن ده هو راجل اللي هو بيستخدم الاي سي تي تولز فالجمله هنا هتبقى ترو طيب 52 Digital tools can help people to of determination to communicate with others. آه لها دور كبير جدا في مساعدة البيول of determination اللي هم أصحاب الهمم اللي بيكون عندهم إعاقة معينة. 53، information and communication technology has no positive effect. خلي بالكوا هنا من كلمة no. هل الـ ICT أو الـ information and communication technology ديت ملهاش بوزيتيف افكت لا فولس طبعا طيب 54 you can communicate with your friends using whatsapp messenger or youtube اه هو هنا فولس بس ليه فولس بقى الجمله كانت ماشيه صح كانت ماشيه كويس اقدر اعمل communication مع اصحابي عن طريق الواتساب تمام وعن طريق الماسنجر تمام إنما بعمل communication عن طريق اليوتيوب؟ لا طبعا فولس لأن اليوتيوب ده video sharing platform ده مكان أو موقع بيبقى عليه فيديوهات بس بندخل نتفرج على الفيديوهات عليه. إنما ما بعملش communication مع أصحابي زي الواتساب وزي الماسنجر. طيب، 55 AKB hold webinars for teachers only to provide tips on how to use the website. هي الاي كي بي فعلا بتعمل ويبينارز اللي هي زي السيشن كذا اونلاين للتيتشرز بس هنا بيقول لي فور تيتشرز اونلي لا فور تيتشرز اونلي غلط هي بتعمل الويبينارز دي للتيتشرز وللبيرنت كمان وللستودنت بتعمل لكل الناس دي عشان تدي لهم بعض التيبس او النصايح ازاي ان هم يستخدموا الموقع او الويب سايت بتاع الايجيبشن نولوجي بانك ده وازاي ان هم يعملوا ريجستر او يسجلوا فيه فهنا الجمله هتبقى ايه هتبقى فولس طيب 56 you you use ICT tools to learn share and communicate as a digital citizen true طبعا 57 one of the advantages of ICT tools is saving time and effort اه من مزايا ICT tools ان هي بتوفر لي كتير جدا في الوقت وفي المجهود. طيب 58 when we can't leave our houses due to an unexpected factor, ICT tools become very important. True طبعا في عندنا مشكلة مطرة في فترة زي فترة كورونا كده مش قادرين نطلع من البيت فهنا دلوقتي الـ ICT tools دي بتبقى مهمة. نقدر نتواصل مع التيتشرز نبعت حاجات نتعلم اونلاين فده كله باستخدام الاي سي تي تولز فعشان كده بتبقى مهمه جدا في المواقف اللي زي كده طيب 59 socializing can help us to join online groups with similar interest socializing ده اللي هو استخدام السوشيال ميديا والحاجات دي كلها فممكن يساعدنا إن إحنا آه ندخل أو نجوين اونلاين online groups وسـ similar interests. فطبعًا ديت دي إيه true. آه Number 60: when you search YouTube, لما تيجي تبحث على YouTube to know how to prepare a meal, this is an example for teaching. True or false؟ أنت لما بتيجي تبحث على اليوتيوب على عايز تعمل طريقة تحضير أكلة معينة، how to prepare a meal. فده يعتبر Teaching ده مثال على Teaching ولا مثال على Learning طبعا ده مثال على Learning ان انا بتعلم فيبقى هنا الجملة ديت دي ايه هتبقى False 61 Asynchronous communication doesn't require an immediate response True احنا عندنا اللي بيحتاج immediate response ده اللي هو Asynchronous communication انما ال Asynchronous communication مش محتاج ايه doesn't require مش محتاج immediate response طيب 62 you must download all mobile apps from play store or apple store احنا لازم نعمل داونلود لكل الموبايل ابس كل الابلكيشنز اللي تبع الموبايل لازم نعمل لها كلها داونلود من البلاي ستور او الابل ستور لا فورس بس فورس ليه بقى لإن في برامج بتبقى أو أبليكيشنز بتبقى جاية مع الموبايل دي اللي بنسميها pre-installed app دي بتبقى جاية جاهزة مع الموبايل كده أول ما بتشتري الموبايل بيبقى مثلا عليه اليوتيوب فخلاص ده موجود أنت مش بتحتاج تعمل له داونلود لا هو جاي مع الموبايل أوتوماتيك طيب عندي كمان سكست 3 جوجل كروم is a search engine used to find information online السؤال ده بيتكرر كتير بصيغ كتيرة وانتوا بتسألوا فيه كتير برضه. جوجل كروم ده سيرش انجن؟ احنا عندنا فيه جوجل وعندنا جوجل كروم. ايه الفرق بينهم؟ جوجل ده سيرش انجن لان ده اللي احنا بندخل عليه عشان نبحث على معلومة معينة ونعمل سيرش وكده واحنا عارفين الكلام ده كويس. فده اللي هو جوجل. انما جوجل كروم دي حاجة تانية. جوجل كروم ده يعتبر ويب ويب, ويب براوزر. جوجل كروم ده ويب براوزر ده من خلاله بقدر ادخل على اي ويب سايت على الانترنت فجوجل كروم ده ويب براوزر زي مين بقى؟ زي حاجه اسمها انترنت اكسبلورر وحاجه اسمها فايرفوكس ومايكروسوفت ايتش وجوجل كروم دول كلهم اسمهم ويب براوزر خلاص كده عشان نعرف نفرق بينهم نغلطش فيهم تاني. الجوجل كروم ده سيرش انجن لا يبقى انا من غير ما اكمل الجمله يبقى كده الجمله ديت ايه غلط تمام يبقى هنا الجمله ديت فورس انما لو قال لي جوجل بس يبقى الجمله صح لان جوجل ده سيرش انجن يوز تو فايند انفورميشن اونلاين طيب 64 لايف تي في بروجرام ار فروم اي سينكرونس احنا قلنا هنا اول ما تشوف كلمه لايف لايف دي معناها حاجة بتحصل في الريل تايم أو بتحصل آت ذا سيم تايم في نفس الوقت دلوقتي فدي على طول اللايف دي تبقى سينكرونس كوميونيكيشن إنما هنا السؤال بيقول لي ده تعتبر إيه سينكرونس كوميونيكيشن فهنا الجملة هتبقى غلط خلاص ما ننساش دي بقى أي حاجة لايف لايف ماتش لايف تي في بروجرام أي حاجة لايف ديت سينكرونس كوميونيكيشن والعكس منها اي حاجة ريكوردت فاي حاجة ريكوردت دي بتكون اسينكرونس communication تمام كده؟ طيب 65 إنستانت مسجنج allow you to send the text message او pictures and the videos اه عن طريق الإنستانت مسج ممكن ان انا ابعت text مسج وممكن كمان ابعت بيكشرز وممكن كمان ان انا ابعت فيديوز يبقى الجمله ديت ترو 66 سكايب إز آه سيكروناس كوميونيكيشن تول نخلي بالنا عشان برضو في كان في حد سألني فيها قبل كده. في هنا سبيس ده آ سينكرونس كوميونيكيشن دي اللي هي سينكرونس كوميونيكيشن فالسكايب هو أنا بيسألني بيقول لي السكايب ده سينكرونس كوميونيكيشن ولا لا؟ فطبعا هو سينكرونس كوميونيكيشن لان احنا بنستخدمه نعمل زي الفيديو تشات كده او الاونلاين سيشن او الميتنج او الكلام ده كله فده بيكون سينكرونس كوميونيكيشن انما لو هو الاي ديت ما فيش مسافه بينها وبين الاس يبقى ده إيه كوميونيكيشن فتبقى الجمله فولس شوفوا الكتابه بس فرقت هنا مسافه سبيس ففرقت في الجمله ممكن تكون ترو او فولس فنخلي بالنا منها عشان في سؤال جه قبل كده هنا في ناس كانوا سالوني دي وكانوا فاكرينها ان هي اسينكرونس كوميونيكيشن. طيب 67 the pre-installed application need to be downloaded from the internet لا فولس احنا لسه قايلينها pre-installed application زي كده البرامج اللي هي بتبقى جايه جاهزه مع الموبايل زي اليوتيوب مثلا فده انا مش بحتاج ان انا ايه مش بحتاج ان انا اعمل له داونلود ده هو اوريدي جاي جاهز مع الموبايل. طيب 68 A chat room must have at least two people. آه oh, الـ chat room ده عشان نعمل chat room لازم على الأقل يكون موجود فيها اتنين، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، إنما ما ينفعش واحد لوحده، ده ما يبقاش chat room خالص. 69 cell phone application doesn't allow you to make direct chat. applications اي ال -applications الموجودة على الموبايل دي ما بتسمحليش ان انا اعمل دايركت تشات لا فولز. لان طبعا من ضمن الابلكيشنز دي في ابلكيشن اقدر اعمل بيها فيديو تشات اللي هو دايركت تشات على طول مباشر طيب 70 يو ماست ميك شور ذات ذا مايكروفون اند كاميرا ار اون ديورينج ذا فيديو تشات ترو انا طالما بعمل فيديو تشات مع حد فانا عايزه يشوفني ويسمعني وانا عايز اشوفه واسمعه فيبقى لازم الكاميرا ولازم الميكروفون يكونوا الاتنين اون يعني مفتوحين طيب 71 in the chat room you can't reply to message لا فولس انا في chat روم اقدر ان انا سند مسج ابعت مسج لكل الناس وكمان اقدر ان انا ريبلاي مسج اعمل ريبلاي على اي مسج ايه تتبعت طيب 72 while you are joining a video chat check if there is personal information in the background اه هنا بيقول لي لما تيجي تجوين فيديو تشات فانت تبقى فاتح الكاميرا طبعا فهنا بيقول لي تشيك ان ما يبقاش في بيرسونال انفورميشن اي معلومات شخصيه موجوده وراك في الباك جراوند بتاعتك وانت مش عايزها تظهر لان دي بيرسونال انفورميشن فنخلي بالنا كويس من الباك جراوند لما نعمل فيديو تشات مع حد يبقى هنا ديت هتبقى ايه ديت هتبقى true طيب 73 anyone can enter the video chat without needing permission لأ فولس أي حد عشان يدخل الفيديو تشات لازم ياخد permission ولازم إيه ينتظر لحد ما حد يسمح له بالدخول طيب instant messaging is a fun and formal way to communicate آه هنا خلي بالكوا بقى instant messaging دي fun أه دي حلوة وتمام زي الفل بيقول لي كمان فورمال لا هي فن بس مش فورمال هي ان فورمال فهنا لما يجي يقول لي ان هي فورمال اقول له لا اسف هي غلط الانستنت مسجنج بتكون ان فورمال واي تو كوميونيكيت حتى انا قلت لكم كمان نخلي بالنا الانستنت مسجنج بتبدا باي يبقى لازم تكون فورمال ولا انفورمال تبقى الانفورمال اللي هي بتبدا باي برضه عشان ما ننساهاش يبقى الجمله ديت هتبقى ايه هتبقى فورس طيب بعد كده عندنا 75 during writing any mail dont forget to use greeting and ending true في الايميل دايما عندنا لازم لما نكتب مسج او نكتب الايميل بتاعنا نبدا كده قبل ما نكتب اللي احنا عايزين نقوله نبدا بالجريتينج ولما نخلص اللي احنا عايزين نقوله في الاخر ايه نكتب الاندنج اللي هي بقى ايه زي ميني thanks او شكرا او كده طيب 76 if you want to join a call click on the link and wait to be get out لا هنا فوز <applause> لو احنا عايزين ندخل او نجوين a call او فيديو كول يعني فبيقول لي احنا بنضغط على اللينك وننتظر لحد ما ايه to be ليت ان لحد ما يسمح لنا بالدخول انما جيت out دي معناها الخروج ان احنا نخرج بره طيب، 77: Map Maker Interactive is one of the unsafe site of researching. لا، هنا بيقول لي الماب Maker Interactive ده واحد من المواقع اللي هي unsafe يعني غير آمن فطبعاً الجملة على طول false، لأن إحنا عندنا معلومة في الماب Maker Interactive إن الويب سايت بتاعها one of the safest websites. من اكثر المواقع امانا على الانترنت اللي هو الموقع بتاع ماب ميكر انتراكتيف تمام كده طيب 78 students can send their homework and the messages to their teachers with edmodo platform الـ student يقدروا يبعتوا الهومورك بتاعهم ولو في اي مسج عاوزين يبعتوها للتيتشر بتاعهم من خلال ادمودو بلاتفورم فده طبعا ايه true 79 VLABI enables children to find information about topics such as animals and science. True or false? لا دي false لأن إحنا أول ما نشوف VLABI على طول نفتكر هو بيعمل إيه. الفيلابي ده ده ويب موجود على الإنترنت زي virtual lab. لاب يعني موجود على الإنترنت من خلاله بنقدر نعمل اكسبيرمنت نعمل تجارب فده دوره غير كده لا غير كده يبقى ايه جملة على طول فوز. فهنا بيقول لي اللي بتخلي الحاجة بتخلي او ويب سايت بيخلي التشيلدرن يعرفوا انفورميشن عن موضوعات كتيرة زي الانيمالز والساينس لا طبعا يبقى ده ايه فوز. لان اللي بيعمل كده ممكن حاجة زي ناشنال جيوغرافيك كيدز اتي عندنا ذا ناشونال جيوغرافيك بلاتفورم فور كيدز انيبل يو تو كوندكت ان اكسبيرمنت ان ساينس interactively اه هنا برضو فولس هما كده عكس الايه السؤالين دولت ايه مع بعض لان هنا بيقول لي ان الناشونال جيوغرافيك بلاتفورم فور كيدز ده بيساعدني ان انا اعمل اكسبيرمنت احنا قلنا من شويه اللي بيساعدني ان انا اعمل اكسبيرمنت ده اللي هو مين اللي هو فيلابي انما الويب سايت اللي بيكون فور تشيلدرن للاطفال ده اللي هو على طول مين؟ اللي هو National Geographic ايه؟ اللي هو National Geographic for Kids. خلاص كده يا حبايبي؟ ما نتلخبطش فيهم بقى خالص. طيب، 81: It moves digital learning environment allow teachers and students to communicate and learn online. اه طبعا True. 82: PowerPoint Provide many design options for each slide. including background colors برضو true الباور PowerPoint بيكون في اوبشنز كتيرة في الديزاين ان انت تقدر تغير الديزاين بتاع السلايد بتاعتك على سبيل المثال في اوبشن ان احنا نغير الباك جراوند كلر او لون او الوان الخلفيه طيب ال 3 باور بوينت از يوز تو ديزاين برزنتيشن ويز تكست اونلي لا فولس لان هنا الباوربوينت ده بيستخدم ان انا اعمل بيه برزنتيشن بس تكست بس ده انا ممكن احط تكست وايمجز وكمان فيديوز وممكن اعمل افكت وموشنز وحاجات دي كلها ممكن ان احنا نعملها في الايه في الباوربوينت برزنتيشن طيب 84 بينت منيو بار بروفايد اول ذا تولز يو نيد ان يور درون اه هنا خلي بالكم اللي هنا بيكلمنا على مين؟ على المنيو بار في برنامج البين. المنيو بار مش هو اللي بيكون موجود فيه التولز. ده فولس. المنيو بار مش موجود في التولز، أمال مين اللي بيكون موجود فيه التولز بقى في برنامج البين؟ ده اللي هو التول بوكس. طيب 85: the cartoons and the movies you watch online are designed by Excel، برضو فولس لأن هي الحاجات دي كلها بيتعمل لها design عن طريق ايه؟ عن طريق الكودينج أو عن طريق البروجرامينج. 86 PowerPoint provides many design options for each slide including background color. اه uh, طبعا True. 87 Computers like human use different language. True. بيقول لي هنا الكمبيوتر زي الانسان بيستخدم ديفرنت لانجوج بيستخدم لغات كتيره وبيفهم لغات كتيره فتقدر مثلا في البروجرامينج او في الكودينج نقدر في لغات او لانجويجز كتيره اقدر استخدم اكتر من لانجوج في ان انا اعمل كودينج او اعمل بروجرامينج زي الانسان بالظبط لما يقدر ان هو يفهم او ايه او يتكلم باكتر من ايه من لانجوج طيب 88 The video games that you play online were made by coding true طبعا 89 on the left side of the PowerPoint screen you will see a preview of each slide you are creating آه بيقول لي هنا في left side في الجانب الشمال من شاشة PowerPoint بتلاقي فيه preview بيعرض لي كده كل سلايد موجود فيها إيه بالظبط فده طبعا ترو اللي يشتغل على برنامج الباوربوينت زي ما اخذنا فبنلاقي على الشمال كده بيكون ايه كل السلايدز اللي موجوده بالكونتنت بتاعها نقدر نشوفه كده ايه من بره طيب في 90 بيقول لي algorithms are set of instructions or series steps to perform a certain task طبعا ده ترو ده تعريف الالجوريزم Ninety one, you can specify the way you want to display the slides and set a time for each slide in PowerPoint presentation. Taban true من the slideshow type. <inaudible> Ninety two, when uh, searching online, algorithms help us to determine which results are most relevant to the keyword. فطبعا true. إيه لما بنيجي نعمل سيرش على جوجل مثلا فاللي بيخلينا او بيخلي جوجل يجيب لي نتائج ونتائج قريبه من الكلمه اللي انا ببحث عنها هي الالجوريزم تمام؟ طيب 93 The Brush Tool Brush Tool دي موجوده فين؟ في برنامج البينت The Brush Tool is used in paint program to enlarge parts of image لأ فولس. لان البراش تول ديت دي يعني فرشه فالفرشه بنستخدمها عشان ايه عشان نلون بيها يبقى البراش تول ديت بنستخدمها في برنامج البين تو كلر تو كلر ا بارت اوف ايمج عشان نلون جزء من الصوره فهو هنا بيقول لي تو لارج بارت اوف ذا ايمج يعني عشان نكبر جزء من الصوره فلا طبعا تبقى ديت ايه دي فوز طيب بعد كده 94 to open the paint program click on the accessories folder first then the start menu لا برضو false ليه؟ عشان افتح برنامج البينت اول خطوة ان انا بدخل على ال start menu دي ال first step دي الخطوة رقم واحد وبعد كده بشوف بقى ال accessories folder ده بضغط عليه الاكسسوار فولدر فده اللي هي الستيب نمبر ايه نمبر 2 طيب 95 You can't insert image you created by paint program into your PowerPoint presentation. هنا بيقول لي you can't فتبقى الجملة false. ليه بقى false؟ لأن أنا أقدر أعمل image وأقدر حتى أرسم أي رسمة خاصة بيا ببرنامج البين وبعد كده اعمل لها انزيرت او ان انا ادخلها فين ادخلها في برنامج الباوربوينت عادي خالص طيب 96 يو كان كرييت ميزز اون جو كود دوت اورج كود دوت ده احنا قلنا اللي هو ويب سايت موجود على الانترنت بيساعدنا ان احنا نتعلم الكودينج او البروجرامينج ومن خلاله بقدر ان انا اكرييت ميز ان انا اعمل لعبه الميز اللي هي المتاهه ديت اقدر ان انا اعملها على الويب سايت ده فهنا الجمله هتبقى ترو طيب 97 every time you enter the keyword you are looking for into a search a search browser the search browser uses algorithms to give you result لسه قايلينها برده من شويه حاجه زيها طبعا ترو الالجوريزم هو اللي بيساعدنا ان يجيب لنا نتائج قريبه من الكلمه اللي احنا بنسيرش عليها طيب 98 the steps of preparing a falafel sandwich are not considered an algorithm لا فولس. لما بنيجي نعمل عشان نعمل فلافل ساندوتش نعمل ساندوتش الفلافل او الطعميه بتاعنا ده الجميل ده عشان اعمله مش بمسي مجموعه من الخطوات ستيبس كده ورا بعضها عشان في النهايه اعمل ساندوتش الطعميه ما هو ده تعريف الالجوريزم الالجوريزم هو ايه هو سيز اوف ستيبس ذات إيه, ايه يعني في النهايه سيريز اوف ستيبس بنمشي عليها تو بيرفورم ا تاسك عشان في الاخر نعمل تاسك او نعمل مهمه معينه فان احنا آه نجهز سندوتش طعميه ده يعتبر الجوريزم ان احنا نسولف في ماس بروبلم ده يعتبر الجوريزم ان احنا كلين اور روم ننظف الاوضه بتاعتنا ده يعتبر الجوريزم لان طالما بنمشي على خطوات وتعليمات معينه عشان نعمل حاجه فده اسمه algorithm تمام كده حبايبي طيب 99 solving a problem in mathematics by following a series of arranged steps is considered a type of algorithm لسه قايلينها من شويه طبعا ده يعتبر algorithm The upper part of the opening screen of the Paint program is similar to the opening screen of the Word and Excel. True. يعني ايه الكلام ده بيقول لي برنامج البنت لاول لا ما بنفتحه كده الابر بارت الجزء العلوي منه بيكون زي برنامج الوورد وزي برنامج الاكسل طبعا ترو زي برنامج الباوربوينت برضو برضو ترو بيبقى فيه مينيو بار وبعد كده فيه برضو تولز كده موجودة فوق طيب 101 you can use coding to identify the paths needed to go out a maze آه uh, true بيقول لي تقدر تستخدم الكودينج ان انت تحدد الباسيس او ازاي ان انت هتخرج من الميز في لعبه الميز او المتاهه اللي احنا كنا بنقول عليها طبعا ده ترو ان بينت يو كانت اد تكست تو ان ايمج في برنامج البينت ده ما نقدرش نضيف تكست على صوره او على ايمج معينه لا طبعا فولس احنا في عندنا تول اسمها تكست بنقدر من خلالها ان احنا نكتب اي تكست احنا عايزينه على الايمج Uh, 103 when designing your presentation it is a good idea to avoid wordy paragraphs or sentences يعني ايه الكلام ده لما نيجي نعمل presentation فنخلي uh, بالنا او من الحاجات الكويسة ان احنا ما نكتبش كلام كتير wordy paragraphs لا نحاول الكلام يكون قليل جدا بقدر المستطاع وكل ما كان في images اكتر كل ما كان كمان يبقى ايه افضل يبقى هنا ديت الجمله ديت هتبقى ايه هتبقى ترو بكده وصلنا لنهاية المراجعة بتاعتنا والحمد لله قدرنا ان احنا نحل مع بعض المراجعة المتميز فأتمنى ان المراجعة دي تساعدكم ان انتوا تثبتوا المعلومات بتاعة الدروس بتاعتنا لو انتوا ذاكرتوا المراجعة دي كويس وفهمتوا شرح المراجعة وشرح الاسئلة وليه اخترنا الاجابات دي إن شاء الله بإذن الله تقدروا تجيبوا الفول مارك وإنتم مطمنين وتفرحونا بقى بعد النتيجة ما تظهر تكلمونا وتفرحونا بالنتيجة بتاعتكم. بتمنى لكم كل التوفيق وأشوفكم على خير في الفيديو الجاي إن شاء الله.